لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وقدوة للعاملين وحجة على الخلق أجمعين، فتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اتبع هديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على أن صير لنا ربنا خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون عمار بيت الله، في هذا الأسبوع عرفت بلادنا حملة وطنية من أجل التحذير من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي بحق خطر عظيم يتهدد هذه الأمة، خطر عظيم يتهدد شباب وهذه الأمة وأبنائها. لذلك كان حرياً أن تتعاون جميع فئات المجتمع ومؤسساته من أجل التوعية بمخاطر الإنترنت عموماً ووسائل التواصل الاجتماعي وبرامج هذه البرامج الافتراضية للتواصل الاجتماعي الوهمي الذي له ما له من الآثار والمخاطر على أبنائنا وعلى شبابنا وعلى بناتنا وعلى هذا الجيل الذي سيحمل على عاتقه مستقبلا هذا البلد ومستقبل هذه الأمة. أيها المؤمنون، كثير من الناس، كثير من الوالدين تحديدا، لأن المسؤولية الأولى في إرجاء وحماية وحصانة الأبناء والنشء والصغار إنما هي مسؤولية الوالدين بالدرجة الأولى. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم خاطبنا فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. خاطب الآباء، خاطب الوالدين. لذلك المسؤولية الأولى في حماية الأبناء، في حماية النشء، في حماية الجيل هي مسؤولية الوالدين، ثم بعد ذلك تأتي مسؤولية مؤسسات المجتمع كلها، لا أستثني منها مؤسستها، بدءا بمؤسسات التعليم، المؤسسات الاجتماعية، الجمعيات الثقافية، الجمعيات الرياضية، مؤسسات الكشافة الإسلامية، الجميع يتحمل مسؤولية حماية أبنائنا، لأن أبناءنا هم مستقبلنا. أبناءنا هؤلاء سيكون منهم المعلم في المستقبل والطبيب ورجل الأمن والوزير والرئيس، ويكون منهم المجتمع كله. فإذا ما قمنا بحمايتهم فإنما نحمي مستقبلنا، وإذا ضيعناهم فإنما نضيع مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة. هذه أمانة استودعها الله بين أيدينا وطالبنا وأمرنا بأن نحمي هؤلاء الأبناء وهذا الجيل. كثير من الأولياء للأسف ما زال بعد لم ينتبه إلى حجم النقلة الاجتماعية والنقلة التكنولوجية التي صار يعيشها المجتمع. قديما كنت تربي وحدك، قديما أيتها الأم كنت تربي وحدك أو تربين وحدك، قديما أيها المجتمع كنت تربي وحدك، أما الآن وسائل التواصل الاجتماعي فرضت عليك بأن يشترك معك الناس بكل الأرضية كلها في تربية ابنك. والله لو غفلنا ولو غفل الوالدان لتلقى أبناؤنا تربية ربما لا ندري من أي مكان ولا من أي زمان جاءتنا. ابنك يقضي أكثر ساعات
ساعات يوم واكثر ساعات ليله مع الهاتف او مع الحاسوب المفتوح على كل بقاع العالم الذي سارك القريه الان بفضل هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي. فلنفهم هذا، لسنا وحدنا، الاسره ليست وحدها، والوالد الان لم يزل وحده، والمجتمع لم يعد وحده، وانما هناك وسائل هي مفتوحه على العالم كله، تلقي ابنك وتربي ابنك وتوجه ابنك وتمرض وتفسد ابنك، فاما ان تنتبه واما ان تجد نفسك قد ضيعت تماما. لا تحزن عندما ترى ابنك مريضا نفسيا، لا تحزن عندما ترى ابنك منحرفا، لا تحزن عندما ترى ابنك يعاني من العقد النفسيه، يعاني من الانعزال، يعاني من الوحده، يعاني من الامراض النفسيه التي لا علاج لها. لا تحزن عندما ترى ابنك صار مجرما او سارقا او يحاضر المخدرات والمهلوسات والمسكرات وجميع الجرائم الاجتماعيه التي صارت تقذف الى مجتمعنا من المجتمعات الاخرى عبر هذه الوسائل. ايها المسلمون، انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر عمر وما ادرك ما عمر، عندما اراد عمر في زمان النبي في المجتمع الاول ان ينفتح عمر عن بقيه الديانات السماويه، فراه النبي او جاء الى النبي بوثيقه من التوراه وقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وانما الذي دفع عمر الى فعل هذا هو الشغف والنهم بالعلم ليس الا. كان عمر شغوف، له نهمه في العلم والاطلاع على الثقافات الاخرى، فوجد هذه الصحيفه التوراتيه فجاء بها الى محمد صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه بعضا منها، فغضب النبي وتغير وجهه او لون وجهه، ثم قال يا عمر أمتهوهون فيها؟ فوالله لو كان موسى بن عمران الذي نزلت عليه هذه الصحيفه حيا بين ارهرنا ما وسعه الا ان يتبعني. الحفاظ على الوحده الفكريه، الحفاظ على الوحده الدينيه، الحفاظ على خصائص المجتمع والامه ان تضرب من خارج الحدود، الحفاظ على ثقافه ابنائنا ان نثقفهم بثقافتنا، نعلمهم تعليما، نركز فيهم ديننا وثقافاتنا وعاداتنا السليمه واخلاقنا التي ولدناها عن الاجداد وعن الاباء كابرا من قبل. هذا الذي يريده منا الاسلام ايها المؤمنون، اما ان ينفتح الابناء على وسائل التواصل الاجتماعي فيتلقفون منهم الاخلاق الرديه، ويتلقفون منهم السلوكات التي لا تمت الى ثقافه المجتمع ولا الى دينه ولا الى عادات وتقاليده، ان يبثوا فيهم انواعا من الجرائم ما عرفها اباؤهم ولا اجدادهم. هذه كلها تقصير من الاسره وتقصير من الوالدين، ان يقضي الابناء اكثر ساعات النهار وزلفا من الليل وهم يمسكون الهواتف بلا رقيب ولا ناصح ولا موجه، هذا تضييع للامانه التي استودعها الله بين ايدينا، وتضييع للجيل القادم، وتضييع للمستقبل. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ ابناءنا وان يحفظ مستقبل هذه الامه، وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، انه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى، ثم أما بعد أيها المؤمنون، إن من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي أن تصيب أبناءنا بالإدمان. الإدمان، لماذا حرمت الخمر؟ لأنها تؤدي إلى الإدمان. حرم الله الخمر لأن شرب الخمر يجعل الإنسان متعلقا بها، ويطلب الجسم المزيد من الخمر، فيصبح بعد ذلك الإنسان إذا ابتعد عن الخمر شعر بحالة نفسية لا تستقيم له حياته، فيستسلم ويشرب ويشفق حتى يصير عبيدا لا يستطيع أن يتخلص من آثارها. هذا من المقاصد أو من العلل أو الأسباب التي أفضت إلى تحريم الخمر مع الإسلام.
الإكسار الذي يفضي إلى إفساد العقل وغير ذلك من فسادها. الإدمان الذي يسلب أبناءنا حريتهم، فيصبح الإبن الذي يتعاطى هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي، لا يستطيع أن يتخلص منها. لماذا؟ يعني الإسلام يحرص على أن يكون المسلم متحرراً، يتحكم في نفسه لا تتحكم فيه نفسه، متحكماً في شهواته لا تقوده شهواته. هذا الذي يريده الإسلام. حتى أن هذا الملمح أدركه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مر به جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يحمل معه كتف شاة من اللحم. قال الراوي وهو يحمل حمالة من لحم، والحمالة ما يحمله الإنسان من اللحم أو ما يستطيع الإنسان حمله من قطعة اللحم. فقال له ما هذا يا جابر؟ فقال إننا قرمنا يا أمير المؤمنين، قرمنا أي اشتدت شهوتنا إلى أكل اللحم. فقال عمر إياكم واللحم أو أكل اللحم بمعنى المداومة عليه والإكثار منه، فإن له ضراوة أي إدمانا كضراوة الخمر. قال سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه اللحم حلال، ما يقول أحد أنه حرام، لكن أن يأكل منه ويستسلم لشهوته ويستكثر منه حتى يكون مدمنا على أكله، إن لم يأكله لا تستقيم له حياته، هذا ممنوع، لأنه يؤثر على حريته. والله خلقك حرا، تقود نفسك لا تقال إليها، تتحكم في شهواتك ولا تكون أسيرا لشهواتك. هذا المعنى معنى الإدمان، لا يختلف اثنان على أنه موجود في وسائل التواصل الاجتماعي. تجد الطفل الشاب يمسك الهاتف، يمسك الحاسوب، يقضي وراء الساعات وراء الساعات، مقصر في دراسته، ضيع مستقبله، ضيع واجباته الأسرية، ضيع واجباته الاجتماعية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل غياب الأسرة الموجهة، وفي ظل غياب الوالد الناصح الرؤوف الحريص على سلامة ابنه، سلامة الروية والخلقية والدراسية والاجتماعية. هذا الإدمان لو لم يكن في وسائل التواصل الاجتماعي إن هذا الإدمان لكانت ممنوعة لأجله. ثم هناك أشياء أخرى خطيرة، وهي الأمراض النفسية التي تؤدي إليها هذه الوسائل. حينما ينعزل الشاب أو الطفل أو الابن أو البنت، تنعزل مع وسائل التواصل الاجتماعي لساعات طويلة، وتقارن حالها مع الأحوال التي ترسم في وسائل التواصل الاجتماعي أو تصور لها على أنها هكذا، ثم تقارن حاله بحاله، وتقارن حالتها بحالتهم، فترى أنها دون تلك الحالات، فهذا يولد عقدا نفسية، حتى إن كثيرا أو عددا من الشباب والشابات أفضى بهم إلى الانتحار والعياذ بالله. أيها المسلمون، ديننا يريد من المسلم أن يكون متفاعلا مع مجتمعه، أن يكون متفاعلا مع أسرته، أن يكون متفاعلا مع أقاربه، أن يكون وجوده في العالم الواقعي أكثر من وجوده في العالم الافتراضي، لكن الواقع عكس ذلك. الطفل أو الشاب يقضي مع الهاتف ومع الحاسوب في وسائل التواصل الاجتماعي ما يحول بينه وبين أداء واجباته الأسرية. يجلس مع الهاتف أكثر مما يجلس مع والده، يبقى مع هاتفه أكثر مما يجالس والدته، يبقى مع التواصل الاجتماعي الافتراضي أكثر مما يقع أو يجلس مع أقاربه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى أن نمتن على قتل أقاربنا. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسأل والدك ووالدتك عن نسبك، من هو أبوك، من هو جدك، من هو عمك، من هي عمتك، من هو خالك، من هي خالتك، من هو أبناء عمك، من هو أبناء خالتك وخالاتك، حتى تتواصل معهم في العالم الواقعي. هذا الذي يريد منا الإسلام يا أبناء الإسلام. فإن صلة الرحم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلة الرحم سبب لزيادة العمر، وسبب ومثرة في المال أي سبب لزيادة المال، ومنسعة في الأجل أي سبب لطول العمر وبركة العمر وصلاح العمر وصلاح الأعمال.
الإسلام. ثم إن وسائل التواصل الاجتماعي تخرج لنا جيلاً منعزلاً، جيلاً فاشلاً في التواصل الاجتماعي، جيلاً فاشلاً في الواقع، ولكنه ناجح في الخيال وفي العالم الافتراضي. الإسلام يريد من أبنائنا أن يعيشوا في مجتمعهم، يصافح، يسلم على الناس، يسأل عن أحوالهم، يتعامل معهم، يشاركهم أفراحهم، ويعيش معهم أطراحهم. هذا الذي يريد منك الإسلام. لذلك علمك أنك إذا لقيت المسلم تسلم عليه، وأنه إذا دعاك تجبه، وأنك إذا لقيت تتبسم في وجهه، وأنك إذا أردت أن تدخل عليه تستأذن، وأنك تسأل عن المريض وتعوده، وأنك تمشي مع جنازة الميت، وأنك تفعل وتفعل وتفعل حتى تكون اجتماعيا، كما قال ابن خلدون: الإنسان اجتماعي بطبعه. قال النبي: ما من ثلاثة يكونون في قرية أو في بدو لا تقام فيهم صلاة الجماعة إلا أخذهم الشيطان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن الذئب لا تأخذ من الغنم إلا القاسية. وفسرت القاسية بالشارية. ما أكثر الذين يعيشون منعزلين على المجتمع في أبنائنا بسبب هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي. والأخطر أيها المؤمنون، الأخطر الذي أحدثه فينا أو أحدثته فينا وسائل التواصل الاجتماعي هو نشر الفرقة، ونشر العصبية، ونشر الفتن، ونشر الصدام، ونشر العداوة التي لا تمت بصلة إلى المجتمع الإسلامي. المجتمع أراد الإسلام أن يكون مجتمع متآخر، أن يكون مجتمع متعاون، متكامل، متناصح، لكن وسائل التواصل الاجتماعي تزين لأبنائنا هذه النماذج التي تأتي من الشوارع الفقيرة في أمريكا الجنوبية، أو تأتي من الشوارع الفقيرة في آسيا، أو في بعض الشوارع الأوروبية التي تختلط فيها الجنسيات المختلطة، حيث الجريمة، وحيث الفعل ورد الفعل، وحيث الفعل العدواني. وتقسم المجتمع الذي يريده الإسلام أن يكون مجتمعا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ما وقع عندنا في الأيام الماضية من خصومات شارك فيها كثير من التلاميذ، تلاميذ في مؤسسة مدرسية قريبة منا، أمر يندى له الجبين. وليس من عاداتنا وليس من تقاليدنا أن ينقسم أبناء المدرسة الواحدة وهم إخوان وجيران وأقارب وذوي رحم، أن ينقسموا إلى ضارب ومضروب وجارح ومجروح. هكذا، هل هذه المعاني هي التي تعلمها المدرسة الجزائرية؟ هل هذه المعاني هي التي يبثها فينا الإسلام؟ هل هذه المعاني هي التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا؟ أن يصير الجار يخاصم جاره ويضربه؟ هذه ليست من قيمنا. ومن ثم فإن الآباء والأولياء مطالبون جميعا أن ينتبهوا إلى هذه الظواهر، وأن يتعاونوا مع المؤسسات المجتمعية جميعا من أجل الحد منها، وتوعية أبنائنا إلى أنهم إخوة. نتنافس نعم في ميدان العلم، لكننا إخوة. نتنافس في ميدان الرياضة نعم، ولكننا إخوة. نتنافس في اللعب وهو لعب، لكن في الجد نحن إخوة. لا نصبح أعداءنا بانقسامنا. أعداؤنا يا أبناءنا يريدون منا أن نتقسم ونقتسم، يريدوننا أن نصير أعداء فيما بيننا، يريدون لمجتمعنا أن يكون ضعيفا بهذه الفرقة. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وأروا أعداءكم من وعيكم ومن أخوتكم ومن اتحادكم ما يحزنهم ويبكيهم، ويثبت لهم أن هذا المجتمع بقيمه وبأخلاقه سيظل عصيا على كل الأمم التي تريد إضعافه أو تريد الاستيلاء على مقدراته. أسأل الله أن يوحد صفنا، وأسأل الله أن يذهب الفتن من بيننا ومن بين أبنائنا، وأسأل الله أن يجعلنا إخوة متحدين، إخوة متآخين، إخوة متآزرين، إخوة متعاونين، إخوة متحابين. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد أمتنا بشر فشره في باله. اللهم اجعل تدبيره في تدبيره، ورد كيده إلى نحره يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا الجزائر وسائر بلاد الإسلام. اللهم اجعلها بلاد خير، وبلاد أمن وأمان، وبلاد سلم وسلام. وآخر دعوانا.